نلاحظوا مؤخرا بزاف ديال الرادارات يعني في الشوارع الرئيسيه. بالنسبه لهذ الرادارات اللي داروا دابا راه يعني من صالح المواطن، بالنسبه خصوصا دوك الناس اللي يعني اللي كيتمشاو بواحد السرعه مفرطه وواحد السرعه يعني زايده. وهاد الرادارات اللي داروا دابا يعني يعني يقدر يعني تقلص من يعني الناس اللي كيتمشاو بواحد السرعه اللي هي كبيره، يعني اذا شافوا هاد الرادارات يعني ينقصوا. وكنتمنى منهم يعني ينقصوا من هاد السرعه هادي اللي كيتمشاو بها خصوصا في وسط المدينه، يعني راه كيعرضوا بزاف ديال الناس للخطر وكيعرضوني حتى ريوسهم للخطر. الرادارات اللي دارتها السلطات يعني فكره او خطوه ايجابيه نظرا لما تشهده المدينه، يعني المدينه ولات كبيره يعني كتشهد مجموعه من الحوادث ديال السير خاصة من السائقين المتهورين، يعني كاين بزاف ديال الخروقات كما كنقولوا من قبل بعض يعني السائقين سواء بالدراجات الناريه او كذلك بالسيارات. جاءت هذه الخطوه لتعزيز امن ويعني تثبيت سلوكات هؤلاء الناس الذين يسوقون عرباتهم او سيارتهم، وكذلك لردع الناس المتهورين كما قلنا. وصراحة فكرة الرادارات فكرة إيجابية لما يشهده مدينة أكادير من عمران كبير، وكذلك يعني لبث سيطرة السلطات في كامل شوارع أو الشوارع الرئيسية في مدينة أكادير. السلام عليكم. اليوم شهدت مدينة أكادير واحد التثبيت ديال تقريبا 9 رادارات اللي غيساعدوا في تحديد السرعة، وهذا جاء نتيجة للحماية بعدا ديال المواطنين، لأننا هاد الأواخر عرفنا بزاف ديال عرفات البلد المدينة ديالنا بزاف ديال حوادث السير، خاصة هذيك الطريق الرئيسية اللي كتربط ما بين أكادير وبن سرقاو. الجميع شاف الحوادث السير اللي هي خطيرة اللي تما وضحايا كتار، ولهذا كنتمنى من جميع السائقين انهم يحترموا قوانين السير، لان احترام قانون السير كيحميك انت وكيحمي حتى الاخر، ومن الواجب علينا اننا نحميو نفوسنا ونحميو الاخر وما نعرضو حتى شي واحد للخطر. والا مشينا بالسرعه اللي هي قانونيه راه ما غاديش ادل انت ولا حتى المواطن الاخر، وهاد الرادارات راه في صالح المواطنين وفي صالح الساكنه وفي صالح اي واحد يحترمهم ويحترم السرعه باش يحترم الحياه الاخرين وما يضيعهاش، لان الناس راه عندهم عائلتهم كيبغيو في اخر النهار انهم يرجعوا عند عائلتهم بصحه وسلامه. وكنتمنى ان الناس زعما يحترموا قانون السير اكثر، والله يحفظ الجميع والسلامه للجميع. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.